نهبتوها وطالع وعد نهبتوها ومن جيوبنا عمرتوها ومن جيوبنا عمرتوها سننتصر وانا شيد قلاع الحرية سننتصر ونحطم قيود الرجال اليوم يوم فاتح ماي عيد الشغل هو يوم عيد لكننا في المغرب لا نفتأ نحتج في هذا اليوم على اعتبار أن الوضعية ديال الطبقة العاملة جد متدنية في المغرب رغم أنه تم توقيع اتفاق ديال 29 أبريل إلا أن الاتفاق لم يرقى إلى كل طموحنا وهو مارست الحكومة فيه ضغطا ومحاولة للمقايضة مقايضة الزيادة في الأجور والرفع من حدنا الأجور والرفع القدرة الشرائية للطبقة العاملة لأنها تدهورت بشكل خطير تقايض الحكومة بتمرير قانون الإضراب وقانون التقاعد هذا القانون التقاعد كان بغينا نأكدوا بأننا نرفض رفضا باتا أن يتم على حساب أجور وأعمار الطبقة العاملة نرفض أن تتم زيادة السن ونطالب أن الحكومة تؤدي ما بذمتها لصالح الصناديق الصناديق كيتسالوا الفلوس للحكومة والدولة المفروض على الدولة أنها تدعم هذه الصناديق أو على الأقل ترجع داكشي اللي كيتسالوها هاد الصناديق هذا كيتسالوا الدولة العديد من المساهمات ديالها من 71 حتى 96 ايضا كيتسالوها المساهمات الحد على الاقل المتوسط لانه داروا الحد الادنى وحتى المساهمه ديال 11 مليار اللي دارها عبد الرحمن اليوسفي فجزء منها ما مشاش للمعاشات المدنيه كنطالبوا بان هذاك الجزء ديال 6 ديال المليار يرجع للمعاشات المدنيه وكنطالبوا انه الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها ما يتعلق بالسي ان اس اس إرجاع الأموال ديال لامو اللي خداتها 3 ديال المليار وأيضا إجبار الباترونا على تأدية أو على فرض خيراطات العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومنا المفروض أن يكون يوم احتفال لكنه يوم احتجاج نقوي حنا اليوم حاضرين الاحتفال ديال فاتح ماي باش نوصلوا صوتنا حول المطالب ديالنا كهيئة كتابة الضبط فيما يخص النظام الأساسي عندنا مطالب بإخراج نظام أساسي مخصص لهيئة كتابة الضبط الذي استمر في الحوار القطاعي على طيلة سنتين مع الوزارة وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط وتم صياغة مشروع نظام أساسي لنتفاجأ في الأخير أن هذا النظام الأساسي ما زال في أدرج الوزارة أن هناك بلوكاج أن هناك تجميد لهذا النظام الأساسي فإحنا كونفدرالية الديمقراطية للشغل كنقابة وطنية بيعت أعلننا عن مجموعة من الإضرابات إضراب 17-18 أبريل 23-25 أبريل وكذلك في هذا الشهر شهر ماي هناك إضراب 7-8-9 ماي نطالب بإخراج نظام أساسي محفز لهيئة كتاب الضبط يحترم خصوصية هذه الهيئة خصوصا بعد إقرار المحكمة الدستورية بالمهام القضائية لهيئة كتاب الضبط وشبه القضائية كذلك نندد بمشروع التقاعد نرفض هذا المشروع التقاعد نرفض الزيادة في نسبة اقتطاع للصندوق نرفض رفع سن التقاعد إلى 65 سنة كذلك ننجح بما زالت زيادة في الأجور نسبة 1000 درهم للموظف على سنتين لأنها لا تتناسب مع القدرة الشرائية للموظف ومع زيادات هائلة في الأسعار هذه زيادة جد هزيلة لا ترقى إلى طموح الموظفين نحن حاضرون اليوم في هذا وسنشارك في مسيرة إن شاء الله ونوصل صوتنا إلى الحكومة
الجينة وحدة الجينة يعني بأنها أن تراعي ترفية قطاع العدل وأن تقوم بإيجاد حل لهذه المشاكل التي يعانيها هذا القطاع. اليوم يوم الشغيلة اللي ممكن نعبروا فيه على جميع المحاولات ديالنا اللي هي كتنص كتصب لنا استثناءات ديال التقاعد، المشكلة ديال التقاعد اللي كاينة عندنا دابا. حنا ضد هذا سميتو وضد جميع حالات الترقيع اللي وصل لها سميتو. حنا كنتسائلوا فين مشات هذه الفلوس ديال هذه الصناديق هذه تجبر دابا الشغيله لا من ناحيه القطاع العام ولا ناحيه الخاص باش تضحي عاوتاني وتزيد المزيد من العمر ديالها باش تنال هذا القسط الهزيل من التقاعد. احسن تسالوا فين مشات بعد هذه الفلوس هذه الصناديق هذه الناس المسؤولين عليها صمتهم هما يتحاسبوا على حساب على ما جيت حنا ضحينا على 60 عام والقطاع الخاص على 60 عام وكثير عليه. نهضروا على القطاع الخاص لان بحكم الانتماء ديال القطاع الخاص كنهضر على القطاع الخاص بصفه خاصة والقطاع العام بصفة عامة. يعني احنا ماشي ضحينا بالغالي والنفيس ما يمكنش نزيد عاوتاني 5 سنوات على حساب الأجور وحتى الأجور الأجور هزيلة بالنسبة للقطاع الخاص. يعني ما كاين حتى شي زيادات ما كاين حتى شي حاجة حتى تحفيزات لحد الآن. ونطلب من العدالة أن تحاسب هاد الناس اللي هما تورطوا في الاختلاسات ديال هاد الصناديق اللي غتجبر لنا عاوتاني القطاعات وتجبر لنا سميتو باش يعاودوا ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وشكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.